أين الرجبيون؟ أين؟ أين الرجبيون؟ أين أهل الصفاء؟ أهل الوفاء؟ أهل الصفاء؟ أهل الوفاء؟ أين الرجبيون؟ أين؟ أين الرجبيون؟ أين؟ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. المناسبات العبادية عموما نلاحظ أن هنالك أمرا بأمرين عادة، هذان الأمران يتكرران في مختلف المواسم في النصف في المناسبات المهمة، في أول رجب، في منتصف شعبان، في بعض ليالي القدر نلاحظ أن هنالك أمرا بأمرين نقف عندهما. أولا الغسل، لماذا هذا التأكيد على الاغتسال في المناسبات؟ وعلى رأس الأغسال التي أمرنا بها طبعا غير الواجب غسل الجمعة، حتى البعض مثلا قد يكون قد كاد يلحقها بالواجبات. إذن الغسل أمر متخلل في مختلف المناسبات طوال العام. الآن نحن لسنا في مقام بيان علة الحكم، علة الأحكام وفلسفتها عند الله عز وجل. نحن نتأذى كثيرا عندما نسأل مثلا ما هي فلسفة هذا الحكم، لماذا أوجب الله كذا، لماذا أمرنا بمسح الرأس والرجلين ولم يأمرنا بغسلهما مع أن الغسل أقرب للتنظيف. المرأة تقضي صيامها ولا تقضي صلاتها وإلى آخره. العبد يمتثل أمر المولى إن فهم الحوف فلسفة فهم، وإلا لا يضر. وهذا في العساكر ماذا يقولون؟ يقولون افعل، نفذ، ثم اسأل. بعد أن تنفذ حكم الضابط الكبير الآن لاحقا قل له لماذا أمرتنا بكذا. الجنود أمام القائد هكذا يتعبدون، ونحن أمام رب العالمين لا نتعبد إلا إذا علمنا فلسفة الحكم. أنت إذا تركت الخمر لأنه مسكر، إذا تركت الخنزير لأن فيه دودة كذا، إذا تركت القمار لأن فيه إتلاف للمال، إذن ما عاد الأمر تعبديا. الكمال هكذا أن تتعبد، ترى لحما طريا أمامك من حيوان في الأصل مأكول حلال، ولكنه ذبح بغير الشرط، عندئذ تمتنع، هذا فيه زي العبودية. المهم الغسل لماذا هو مستحب في المناسبات؟ قلنا لسنا في بيان الفلسفة، ولكن هكذا نحوم حول المسألة. كأنك تقول بلسان الحال يا رب أنا طهرت بدني بالماء الطاهر، بالماء القراح، هكذا الاغتسال. يا رب أنزلت من السماء ماء مباركا، ماء طهورا، يا رب طهر باطني أيضا.
ولهذا عندما تتوضأ وتغتسل تمزج وضوءك وغسلك بالدعاء. هكذا هناك دعاء في الغسل وهناك دعاء في الوضوء. نحن عادة البعض يدعو بدعاء الوضوء ولكن لا تنسى دعاء الغسل أيضا. بعض المؤمنين في الحمام كتب هذا الدعاء حتى إذا نسيه قرأه وهو يغتسل. أمر طيب. امزج بين العمل المادي البدني الجوارحي وبين الدعاء. ولطالما بعض المؤمنين يتفق. طبعا خواص المؤمنين الغافلون لهم حكم آخر. هناك شبه كثير بين الحمام والمغتسل. في الحمام الإنسان ينزع ثيابه بنفسه، وفي المغتسل ينزع ثيابك قهرا. في الحمام تصب على بدنك الماء، في المغتسل يصب على بدنك الماء. في الحمام تتقلب يمينا شمالا، تغسل الأيمن والأيسر باختيارك. في المغتسل الغسال يقلبك يمينا وشمالا، يبقى فارق. في المغتسل عادة طبيعي يستعمل الماء المتعارف، ولكن في الحمام تصب على نفسك ماء حارا، وفي بعض الحالات تنسى أو تشتبه فتفتح الماء الذي تتأذى من ورائه، تتذكر حميم النار يوم القيامة. إذن الغسل في الحمام يذكرك بالمغتسل، والكلمتان فيهما غسل، غسل الميت أو غسل الميت وغسل الجنابة والجمعة. إذن حاول أن تنتقل من هذا المكان إلى ذلك العالم. ثم الصيام. المناسبات المهمة أيضا هنالك صوم، ولهذا البعض يسألنا يقول لماذا الصوم مستحب في يوم الغدير يوم العيد؟ الإنسان يحب أن يأكل ويشرب ويتفكه كالعيدين، ولكن في الغدير نرى أنه يستحب لك الصيام وفيه أجر عظيم. في المناسبات المهمة هناك أيضا دعوة إلى الصيام، في أول رجب، في شهر شعبان، في مناسبات السنة هناك أمر بالصوم، يوم ليلة الرغائب، دحو الأرض وإلى آخره. أيضا لسنا في مقام بيان الفلسفة والعلة. الصوم على كل فيه مجاهدة. ألصق الشهوات بالإنسان شهوة البطن والفرج. المؤمن عادة يمتنع عن الحرام طبيعي، ولكن شهوة البطن شهوة قوية. الصائم يقف أمام شهوة بطنه، وخاصة في الصيف حيث الحر الشديد. هذا الصوم نعم كم يقربك إلى الله عز وجل. فرق بين إنسان يحيي المناسبة وقد أكل وشرب في النهار إلى حد التخمة، يريد أن يحيي تلك الليلة في الليالي التي يستحب صيام نهارها مثلا، بين إنسان صام نهاره فأفطر على الحلال، الآن يريد أن يعمل ذلك المستحب. طبيعي الإقبال أعظم، هذا أمر بديهي. إذن الاغتسال الصوم عنصران مهمان متكرران في المناسبات المختلفة. وقد ذكرنا سابقا الصلاة والزيارة أربعة أركان في هذه المناسبات، نحاول أن نتقنهما
لنخرج في تلك المناسبة بالجائزة الكبرى. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام. لين قلوبنا لولي أمرك، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات. قناة المعارف.